عرف معرض الدخول المدرسي 2022 الخاص بالأدوات المدرسية المنظم بقصر المعارض إقبالاً لافتاً للعائلات التي توافدت لاقتناء مختلف الكتب والأدوات المدرسية استعداداً للدخول المدرسي المقبل. والله يعني كما نشوفوا البرمي جور راهم بيان اورغانيزي والكتاب راه متوفر وما حكمناش الوقت يعني فلاشان باش ما شدينا لي ليفر تاعنا. المعرض بالنسبة للعديد من الباعة يعد بمثابة فرصة لتسويق منتوجاتهم والتعريف بها بشكل مباشر وبأسعار معقولة بحيث ستكون في متناولهم طيلة فترة المعرض. في اليوم الأول المعرض هذا العائلة تم توجه لعندنا والعملية راهي تسير في أحسن الظروف وإن شاء الله الكتاب المدرسي راه متوفر. هدفنا نحن المشاركة في المعرض أكثر للتعريف بمنتجاتنا يعني مؤسسة ما هي تقريبا مؤسسة جزائرية جديدة في السوق الجزائرية. أغلب منتجاتنا يعني غير معروفة لذلك ارتئينا المشاركة في مثل هذه المعارض للتعريف بأغلب منتجاتنا. معرض صافاكس لبيع الكتب والأدوات المدرسية الذي سيمتد لغاية 18 من الشهر الجاري سيتزامن والتنظيم العديد من المعارض المماثلة والخاصة بالتحضير للدخول المدرسي على مستوى كل ولايات الوطن.